خير 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 خير. شو في؟ بدنا نفتش الشركة. إذا بدك تفتش بده يكون معك إذن نيابة عامة. شوفوا شغلكم. بتعرف هاي الست اللي بالصورة؟ ايه طبعا بعرف. هيدي فرح مرت ابن خالتي. معقول ما بتعرف وين اللابتوب الشخصي تبع عامر؟ وانا شو بدي يهرفني؟ انت قلت شخصي. بعدين بنصحك انه ما تفتشوا هون، ما رح تلاقوا شيء. حضرة نقيب، انتوا جايبين اذن تفتيش من النيابة العامة. يعني اكيد شاكين بشيء او بحدا. صح؟ صرنا قدام جريمة قتل. الكل متهم. والكل رح يتحقق معه. صحيح. سمعت انه غيرتوا كثير باخر فترة مدراء ماليين. أو الأصح طردتوهم. فيني أعرف السبب؟ إيه أكيد. هيدا لأنه عامر ما كان يوثق فيهم بسرعة. عند أي غلطة كان دغري ما يسامح يوديهم على البيت. أنا ما بحب أحكي هيك بس عامر كان عنده مشكلة. كان شكاك. كان معه بارانويا. شو ما صار، اللي انقتلت في بيني وبينها ولد وعشرة عمر، يعني أنا مستحيل أقتلها للفرح. واللي يتم لابني لازم يتحاكم وياخد جزاه. ما تخاف سيد سامي، ما تخاف. نحن عم نعمل جهدنا. في قضايا لتنحل بدها سنة، سنتين، ثلاثة أيام. وفي قضايا ما بتنحل وبالآخر بتتسجل ضد مجهول. بكل الأحوال انسى كل شيء صار معك هلا. فكر بحالك، فكر بابنك. ما بتعرف الأيام الجاية شو مخبيت لك. حكي كتير سهل. حياتنا أنا وابني تدمرت. هو رح يكبر له فضيحة من حقته كل عمره، وأنا ما حدا رح يعرف يفهمني شو اللي صار. سيد جاد، صار في اقرا الرسائل؟ من شو خايف؟ اني روح اقتله العامر؟ لا بالعكس، انا بدي اياه يوعى ويحط عيونه بعيوني اذا بيقدر. يا جماعه، انا عم بتعذب، انا عم بتوجع. يسلموا يسلموا. على القليل يفوت كل لقمه معنا. معلش انا تعبان شوي، بدي اروح على البيت. سامي، انت طول عمرك مثل ابني وغالي علي بغلاوه ولادي. وهلا كمان ما تغير شيء. على القليل من طرفي. انت منيح؟ ماشي الحال. يلا بإذن. عيونكم بعيون بعض، بدي احس بالباشن. صبايا سكروا اجريكم، يلا بعد مره.
5, 6, 5, 6, 7, 8. حفلة تانجو بالرويال بلازا الليلة. ايه بعرف. تروحي؟ ما بعتقد بلحق. طيب ماشي على راحتك. اوكي. باي. باي. أنا ما حلو أتدخل فيكم. ضلوا قرايبين. قرايبين بالبيت، على أكلة محاشي، على عزيمة غدا، على طاولة سهر، مش بالشغل هون. بعدين أساساً لما صار الاتفاق على الشغل، أنت اللي اتصلت فيه مش هو. يعني علاقتي فيك أنت مش فيه. هلا شو المشكلة؟ أنا ما عم بفهم. خيي جيت الصبح لقيته صف فشغيل ونزل فيهم بهدله واحد ورا الثاني. قال لي تاخروا شوي الصبح، مع انه هو بيعرف انه تاخروا الساعه 3 الصبح بالشغل. بعدين هو شو دخله بالشغيله؟ انا بقرر انت يجوا انت بيروحوا. معك حق، معك حق طبعا. خلص انا بحكي معه. قال له اذا بضلوا يتعاطى هيك مع الشغيله انا ما رح كفي المشروع. روقنا سامي، روقنا. بده يضل راسك هيك حميان؟ قلت لك انا بحكي معه. وهلا انا بعتذر من الشباب، ما تاكل هم. سامي عنا تسليم، ما بدنا نتبهدل. خلص روق. ماشي ماشي خلص. لا ما تعطي الهم، عارفه انك مشغول. عازمتك على محل اليوم، يمكن تحبه. لا مش هخبرك هلا، خليها مفاجاه. وانا ناطرك تتصلي من الصبح، عيني ما انشالت عن الموبايل ولا لحظه. انا صاير عم اشتلك كثير كثير فرح، وما عم بقدر بتحمل يمرق النهار بدون ما اشوفك. طيب طيب طيب، خلص خلص، رح أجل الحكي لحتى أشوفك وش لوش. أوكي ماشي، باي باي. بس أنا كنت واضح وصريح معك من الأساس، ما بحب أشتغل مع القرايب. هلا أنت ليش معصب؟ ليش معصب فهمني؟ سامي عنده حق، العمال امبارح طلعوا الساعة 3 الصبح. بعدين أنت مو شغلك إمتى بيروحوا وإمتى بيرجعوا، هذا ما دخلنا فيه، المهم نستلم على الوقت. في شرط جزائي هن بيتحملوه. إلا يعني إذا كنت معصب من شيء وحبيت تفشش فطلعت براس العمال، هذا شيء ثاني. لا ماني معصب من شيء، انا كل القصه هي انه سامي ظريف. سامي ظريف، دير بالك عليه، بتضلوا قريبين. روق. صار لي زمان نايمة؟ صار لك نص ساعة. خفيتي نحن وعم نحكي، بس طالما وعيتي فوتي كملي نومتك بغرفتك. ما بدي نام من هلا. تشربي قهوة؟ بلتقى عندك سيجارة؟ ايه.
يمكن لو اجى قال لي وما تركني هيك مثل الحمارة طول هذا الوقت، ولو هي كمان راحت قالت لجوزها، يمكن ما كان صار هيك. يمكن كنا تقاتلنا، نتفنا بعض، عيطنا على بعض، بس بعدين لقينا حل. بس هن الاثنين طلعوا كلاب. خلينا نفهم بالأول اللي صار. هلأ بجوز يكونوا كلاب، بس أكيد كمان عندهم شي. شي؟ شي مثل شو يعني؟ لا عن جد شي مثل شو؟ ظرف خاص مثلاً؟ بحبوا بعضهم يعني؟ شو بكين؟ عامر بالنهاية ما بيقدر يترك عيلته كرمال مرة تانية، حتى لو على فرض عجبته أو بحبها. أنت وكنان نقطة ضعفه، العيلة نقطة ضعفه. ليش؟ بخاف يصير بابنه مثل ما صار فيه؟ إذا قصدك زواج التاني فهيدا خياري، وبخصني اللي وحدي. لا أكيد مو قصدي إنه زواجك الثاني، بس عامر قال لي إنه أنت حبيتي عمو طاهر وقت اللي كنتي على ذمة عمي الله يرحمه، هذا اسمه خيار؟ عملت المستحيل لأمنع نفسي وطلع طاهر من حياتي، بس ما قدرت ولقيت حالي مجبورة أختار. يا حب وتخرب الدنيا فوق راسي، يا أشرب سم وموت. والحب والموت مشكلتهم أنه اثنيناتهم بيجوا بدون موعد وما فينا نردهم. كنت غلطانة وأذيته. إيه؟ يمكن. بس هيدا اللي صار. هلا ما عاد بدي شيء غير يصحى ويسامحني، لانه ما في شيء بالدنيا بيستاهل انه ام تترك ابنها من شانه. يعني بتحبها لفراح؟ يعني بتحبها بصر ماي؟ شاول بتحبها لفرح؟ بتحبها؟ خليني كلمة بتحبها لفرح؟ مرحبا، في احكي معك كلمتين على جنب؟ كنا عايشين بكذبة كبيرة، كل لحظة عايشونا اياها من ثلاث سنين لهلا، كل كلمة انقالت، كل لمسة، كل تطليعة كانت كذب. كلنا منكذب. أنا كنت بعرف إنه ما كانت تحبني قد ما أنا كنت بحبها. يمكن ما كانت بتحبني بالمرة، بس كان لازم أتأكد إنه هذه اللحظة جاية. بس كنت عم بهرب من الحقيقة. اللي صار صار، ما عاد فينا نرجع لورا ولا نغير أي شيء.
تطلع معي على الضيعه؟ في مره هونيك صاحب الدكان كانوا دائما يترددوا لعندها. انا بدي اعرف ليش صار هيك وكيف صار هيك. بدي اعرف ليش كذبوا علينا. اكيد في عندها شيء تقلنا اياه. انا ما بيهمني اعرف. ما بدي. الو؟ ايه 5 دقائق ماشي من البيت. رويال بلازا، بتعرفوا؟ ايه هيدا هو. اوكي. بلاقيكم بعد ساعة. اوكي، باي. ما كنت جاي بس غيرت رأيي آخر دقيقة. سامي بالورشة كل النهار وأنا متت من الزهق. أنت كيف عرفتي عن حفلة؟ الشباب بالنادي هنا اللي قالوا لي، فقلت بمر بلكي نصير مننظم هيك حفلات، يعني طبعا إذا طلع لنا مردود منيح. إيه أكيد، ليش لا؟ وتعرفت على أسيستنت مانجر اسمه فريد، فإذا كنا يعني بنحجز الصالة هون فبيعمل لنا فيها سعر منيح. أنا جاي طلب مساعدتك. أنا بدي تساعدني وتعمل فحص دي ان اي لعامر الباشا. أنا بعرف إنه اللي عم بطلبه منك مش عادي، بس أكيد سمعت بحادثة مرتي وأنا في عندي ولد. صراحة أنا ضايع، مش عارف كيف بدي أتصرف ولا كيف بدي أحكي، بس أنا بحق لي أتأكد إنه هذا الولد اللي ربيان ببيتي بيكون ابني. عن جد مش عم قادر أتأكد من شيء. شو؟ أنا بعتذر أستاذ، يا ريت بقدر ساعدك، بس نحن ما بنعمل فحص الدي إن إيه إلا بناءً لطلب الشخص نفسه أو لطلب النيابة العامة أو لطلب أهله. بحالتنا هيدي بعتذر منك. شو جايبك لهون سامي؟ جات بترجيك، بترجيك تساعدني. أنا الحق علي إني سكتت. كان بدي إياها تتجوز بأي طريقة. كنت شايفتها فايتة هالزواج وقلبها بغير مطرح. قلت بتنسى. سامي بنسيها. ما تلومي حالك. أنت أكيد ما خصك. أنا ما بعرف على مين كانت عم تمثل، علينا، على سامي، على حالة، ما بعرف. بس مين كان بيقول إنه ما بتحب جوزها؟ مين كانت تخطر على باله إنه تعمل هيك؟ طلال خرب لحياتها. ما حدا خرب حياة حدا ماما. شو هي أول وحدة بيتركها حبيبها وبتروح تتجوز حدا غيره؟ يتمت ابنها فضحتنا وفضحت حالها. Thank you.
سيدنا بدي إجازة، عافيني من قضية فرح حبيب. شو عم تعمل هون؟ أنا شو عم بعمل هون؟ أنت شو عم تعملي هون؟ شو عم تسوي هون ها؟ أنت ما في وراكي رجال ولا إيه؟ شو رجل كرسي أنا؟ ولك عمري خلص! أنت اللي شايفتيها؟ أنا ما لك يا عمر وطي صوتك فضحتنا، ممكن نحكي برا؟ طلعي وراي. ليش كل هالتعصيب؟ جاي عم بحضر الحفلة عادي لحقني وعم تراقبني؟ ليش ما قلتي لي انك جاي انت وفرح لهون؟ كل الشغلة صارت على غفلة، حتى فرح لقيتها هون بالصدفة. لك شو هالسلبة هي ها؟ شو هالسلبة هي؟ شو فكرتيني ولد صغير قدامك؟ انت عم تخبي عني شيء. هالمصاري اللي عم تاخديها من كريم بالآلاف، وغطاتك هي اللي صايرة كثيرة اللي ما عم بعرف وين عم بتروحي فيها، أبصر شو السر. عم تخبي عني شيء؟ لينا عم بتخبي عني شيء؟ لك يا عمر ماني بخبي عليك شيء، بعدين كثير عيب اللي عملته لحالي وعم تتجسس علي. خليك بشغلك اذا بتريد، خليك بشغلك اذا بتريد. ولك عامر خلاص خلاص، اركبي سيارتك وطلعي على البيت. ما بدك ترجع على البيت؟ قلت لك آسفة، ما بدك لهالتعصيب. طيب أنا رح نام، تصبح على خير. شك عم تعملي فرح؟ ليش ما عم تردي علي على التليفون؟ لأنه خلاص عامر بكفي، بعدني لهلا ما عم حس بركابي من ورا امبارح. أنت عم تتخيل شو كان صار لو إجت شوي مأخرة وشفتنا عم نرقص مع بعض؟ أصلاً ما جيتها منها صدفة، أكيد شاكة بشي. ما لا شاكة بشي، والروحة أصلاً كلياتها كانت فكرتك. فكرتي وندمت عليها. فرح أنا تصرفت بسرعة وقلبت الطاولة والقصة مرقت، ما في داعي تعملي مشكلة من ولا شيء. ولا شيء بالنسبة إلك. فتح عينيك عامر، نحن فايتين على مصيبة، عم ندعس على الناس ومش سائلين عن حدا. معك حق، أنا آسف على كل شيء، ما عاد ضايق أكثر من هيك. كفي حياتك عن إذنك.
بالعادة المرة بتخون زوجها إذا كان عم بيخونها أو عم بيضربها أو إذا بيسافر كل الوقت ومشغول عنا، بس بحالة فرح ولا واحدة من هدول موجودة. بعتقد إنه مشكلة فرح هي إنه لقت رجال مثالي، يعني لقت بعامر كل شيء كان ناقصها بسامي. نقص نقص هو اللي بيتحكم فينا كلنا. مستحيل بني آدم يقدر يكفي حياته في شيء ناقصه، بده يضل يلف ويبرم لحتى يعوض هالنقص بشي طريقة معينة. أعطيت كوبيز من مسجز عامر وفرح لسامي. بعرف إني غلطت، بس لو كنت محلي وشفتي من لحالي فيها كنت أطلقت عليه رصاصة الرحمة. بكل الأحوال تركت التحقيق بالقضية. كيف يعني تركت التحقيق؟ أخذت إجازة طويلة منشان أحمل وتقعد حدي. سمر، 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 افتحي شوي بدي احكيكي كلمة. سمر افتحي شوي. شو عم تعمل يعني؟ إنه أنت المرة المستقلة؟ شخصيتها قوية؟ راسها كبير؟ منك قارية حدا؟ شايف؟ أنت ما بتحترمني. أنا بالنسبة إلك مثل سيارتك، بيتك، كنبيتك، فرشاة سنانك، حي الله شي بتمتلكه ما فيك تتحمل إنك معقول تخسره. بس خلص جد، أنا قرفت، قرفت منك. صرت مجربة ثلاث مرات ومروحة، يا خيي ما في نصيب. قلت لك روح اتجوز. بعدين هيدا جسمي، جسمي انا. مش انت اللي بتقرر اذا انا بدي احبل واتنفخ ونلاقح 9 أشهر واترك شغلي ومستقبلي. ولا بحق لك حتى تترك شغلك لتحطني قدام الامر الواقع. انا مش فقست سيسان جد. انا بني ادم. مساء الخير. يعطيك العافية. شو عم يعطيك؟ ما علينا. خبرتها إنه حأترك النادي. ليه بدك تترك النادي؟ صاير شيء؟ لا مش صاير شيء، بس إنه خلص عم فكر إنه صار وقت أقعد بالبيت وجيب ولد. يلا فوت غير ثيابك وتحمل. وين كنت انشغل بالي عليك؟ وينك كنان؟ بغرفته. دقيت لك كثير موبايلك مسكر. ايه كان عنا صب بالبرج الجديد وما في تغطيه فوق. لا تتركيه يقعد لحاله تاني مره بوضته. ولد صغير هذا يعني ممكن يوقع. Hi, Poppy. Mine. Mine.
ليش ما نمت بابي لهلا؟ ليش ما نمت؟ ما بدك تنام؟ تحلي اياها. هي حبيبي شايف هدول الصغار؟ بدهم يفوتوا هون جوا، شو؟ شايف؟ بدك تخليهم يفوتوا هون. شايف؟ هيك هوب، شايف كيف؟ جرب، ايوه شايف؟ خذ جربها. ايوه بابي 5 minutes بتنام. فرح بدها تترك النادي. ليش؟ قال بدها تجيب ولاد. قلت لك انت احكي قبل هلا، يعني ما كنا تورطنا ودفعنا كل هالمصاري. شو قالت لك؟ قال خايفة تكبر أكثر من هيك، وإذا كبرت يصير الحمل صعب، وما بقى ما بعرف، حاسة في شيء مو طبيعي. شو هو هذا الشيء المو طبيعي اللي حاسستي يعني؟ يعني بركي سامي عم يضغط عليها مثلا، حاكي أنت بلا ما نرد نتورط من أول وجديد ونجيب حدا جديد ويطلع هذا الحدا ما خرج، يعني نفوت فوتي. طيب أنا بكرة بحكي بفهم إنه شو الموضوع. حياتي انت منيحة؟ ايه حياتي منيحة. تقوم النام؟ لا ما عبالي نام هلا، بدي احضر فين. هاد بي انا ما بدي اياك تتضايقي. اذا انت مقتنعة بقرارك وما بدك تكفي، عمره ما يكون نادي. ما تعتلي هم شغلة أنا وعامر، بكرة بيزعل بعد بكرة بيرضى. إنه يكون عندنا ولد أهم من هذا كله، صح؟ صح. يلا ما تطولي بالسهرة. أعطيني رسائل بدي أقراهم. يلي رح تقري كتير قاسي. بدي خبرك شيء كتير بتحبي تسمعي. انت كيف فت على حياتي بهالسرعة؟ ما بعرف شو عم تعملي فيني. انا بموت فيك. طالع حلوة كتير، مشتاق لك قد الدنيا. خليك معه بس يصير عندك وقت لإلي حكيني. ما بعرف شو عم تعملي فيني. اليوم كان حلو كتير وانتي كتير حلوة. صباح الخير لسيف اللي بحكيك. منيح اللي بعتيلي، كنت بدي دقلك بنفس اللحظة. وأنا كمان بدي إياك حدي هلأ. اللي عم بصير جنون، عم ضل شاد وعم تحكي النهار.
هلا بس تنعملينا بحكيكي. هدول بيحبوا بعض عن جد؟ هي أول مرة بكون متأكدة. نمشي؟ والله لقلها عن أبوه على أبوه.